بشكل مكثف تستنفر كوادر مطار النجف الدولي جهودها لاستقبال الزائرين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أرقام متصاعدة يسجلها المطار خلال هذه الأيام، وصلت إلى استقبال أكثر من 50,000 زائر عربي وأجنبي خلال الأيام الماضية، مع التوقع بارتفاعها في الأيام المقبلة. مطار النجف الأشرف الدولي يستنفر جميع من العاملين والإضافة للأقسام الساندة. باشرنا باستقبال الخطة الأولى لاستقبال الوافدين عبر المطار خلال الأيام الماضية من 5/0 لغاية يوم 11، استقبل المطار أكثر من 372 رحلة، بالإضافة إلى أعداد الوافدين أكثر من 50,000 مسافر، ونتوقع وصولها إلى يوم 40 لأكثر من 160 رحلة لليوم الواحد. تكتظ صالات الوافدين في المطار بالزائرين من شتى بقاع العالم تمهيدا للمشاركة في هذه الزيارة. بكلمات الثناء والمديح عبر الزائرين عن مشاعرهم تجاه الكرم العراقي في حسن الضيافة لهم، في ظل استعدادهم للانطلاق سيرا على الأقدام نحو كربلاء. احنا من أهالي سلطنة عمان، الحين وصلنا إلى النجف الأشرف، والله وفقنا بالزيارة، وحقيقة يعني نحن ممتنين لأهل العراق وأهالي النجف الأشرف وإلى كربلاء المقدسة. الحمد لله يعني بطريق المشاية، نحن سنويا نجي مشاية، وبطريق المشاية نحن ما نحس بالتعب، والخدمات ما شاء الله متوفرة بكل الطريق لحد ما توصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. الناس المواظبين للزيارة سنويا تقريبا الحمد لله رب العالمين، ويعني بالنسبة للشعب العراقي ما مقصر حقيقة، يعني من ناحية أكرم شعوب أعتبرها حقيقة، شعري لا توصف أبدا الحمد لله رب العالمين. وصلنا نحن مطار النجف ونحن قلوبنا وأرواحنا كلها متوجهة للإمام الحسين سلام الله عليه. ومن المتوقع أن تشهد عدد الرحلات الجوية الوافدة لمطار النجف تضاعفا في أعدادها مع الدخول في ذروة الزيارة واقتراب موعد 20 من صفر، وسط استعدادات تجري على قدم وساق لتفويج الوافدين دون معرقلات. من النجف ولا لطيف، زاغروس تي في.